في وكالة الأسفار. مهدي: صباح الخير يا سيدتي. الموظفة: أهلا، تفضل، هل من خدمة؟ مهدي: نعم، لو سمحت، أنا السيد مختار، لقد اتصلت بك البارحة. الموظفة: آه نعم، تذكرت، مرحبا، أنوي قضاء العطلة هذا العام في مكان جميل في إفريقيا، هل لكم عروض مناسبة؟ الموظفة: بكل سرور، وماذا تفضل؟ مهدي: أفضل الإقامة في مدينة حديثة فيها مناظر طبيعية خلابة، وفيها كل مرافق الحياة، وأفضل أن يكون السكن في فندق عصري على شاطئ البحر. الموظفة: ومتى تنوي السفر؟ مهدي: في شهر يوليو القادم، أي بعد 3 أشهر. الموظفة: وماذا عن الأنشطة التي تفضلها في العادة؟ مهدي: السباحة في البحر، والتجول في الغابات، وزيارة بعض المتاحف مع أبنائي 3. الموظفة: ما رأيك في إقامة لمدة 2 أسبوع في مدينة طنجة؟ إنها مدينة رائعة في شمال المغرب الأقصى، طقسها معتدل وجميل، وخاصة في فصل الصيف حين تشتد الحرارة في الجنوب، بحرها نظيف وفيها غابات خضراء يحلو فيها التجول. مهدي: صحيح، إنها مدينة عظيمة. الموظفة: نعم، وهي مدينة قديمة ومتطورة في آن واحد، فيها المطاعم والفنادق، وهذه بعض الصور، وهذا هو الفندق الذي ستقيم فيه، وهذا المسبح، وهذا المطعم. مهدي: وكم ثمن الإقامة في هذا الفندق؟ الموظفة: لحظة، من فضلك حتى أتثبت. إقامة في جناح عائلي بغرفتين 2 لـ5 أشخاص لمدة 2 مع فطور الصباح، الحصيلة 800 يورو. حسنا، هل يمكن أن نحجز الآن؟ الموظفة: طبعا، املأ هذه الاستمارة أولا لو سمحت.